لا شك هذا القرار مال منع لعبة البوبجي قرار مهم، لكن ليس بأهم من باقي القرارات اللي يحتاجها الشعب العراقي. الشعب العراقي اليوم يحتاج قرارات مصيرية، محاربة الفساد. وين البرلمان محاربة الفساد؟ يعني البوبجي أهم لو الفساد أهم؟ زين، المنافذ الحدودية، المشاكل اللي جاي تصير على المنافذ الحدودية، مشاكلنا بالجامعات، مشاكلنا بالمدارس، المدارس مهدمة، لو البوبجي أهم؟ فنطالب مجلس النواب أن ينظر لما يحتاجه الشعب. نعم احنا ما نقول البوبجي مو مهم، منع البوبجي أيضا يأثر على الشباب، لكن هناك كثير من القرارات تحتاج إقرار أهم من البوبجي. القرارات اللي يتخذها الآن مجلس النواب العراقي قرارات ليس في الوقت المناسب أو في صالح الشعب. أبسط شيء قرارات الحكومة، كابينة الحكومية الآن ما مستقرة ولا متكاملة لحد الآن بالوقت الحاضر. يعني كل القرارات اللي دا يتخذوها كلها ليس في صالح الشعب، وإنما قرارات تعبير جلسات على مود يمشون عملهم. لكن هذه الجلسات للأسف ما صدر منها فشيء يخدم هذا الشعب.